أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع المكتشف العبقري. نراه اليوم في قمة حماسة، لعله اكتشف شيئا لم نعرفه من قبل، سنرى. مرحبا أيها المكتشف العبقري. أهلا وسهلا. أراك سعيدا اليوم. كيف لا أكون سعيدا وقد اكتشفت أمرا عجيبا؟ ما هو؟ الياء، إن لها أكثر من صوت. حقا؟ هل تريدين سماع ما أعني؟ نعم نعم أرجوك. تفضلي. فيل إي، رددي وراعي. فيل إي. فيل إي. ديك إي. ديك إي. بيت أي. بيت أي. ليث أي. ليث أي. فيل إي. ديك إي. بيت أي. ليث أي. هل لاحظت الفرق بين الياء في كلمتي فيل وديك، وبين الياء في كلمتي بيت وليث؟